بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة بنقدم لكم مقطع قصير لركنة كلاسيك على شكل حرف L. الركنة عاملينها قماش اسطنبولي أو جلد مقلوب زي ما بتسموه، يعني لون تركواز، والشيلة والمخدات عاملينها مشجر. طبعا دي الرجولة اهي قدام حضراتكم عاملينها رجل ذهبي بلاستيك بره، وترابيزة عاملينها رخام كتغيير يعني بدل الازاز اللي كنا شغالين عليه الفتره اللي فاتت. وترابيزه طبعا معمول لها رجول، معمول لها عجل علشان سهوله الحركه برضو. طبعا برضو المخدات احنا عاملينها وشين، يعني وش مشجر ووش تركواز، بحيث لو حبينا نقلبها ونقلل المشجر شويه يعني. طبعا ركنه بسيطه ويعني وسيم بالاول ما شاء الله. لو يعني يا رب تنال اعجابكم، ولو في اي استفسار عن الاسعار او اي شيء ان شاء الله برد عليكم. والسلام عليكم.